السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرفع الآن أحزاب الظهر من المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء. سيبقى الأقصى جنة الله، سيبقى الأقصى قطعة من الجنة فيها يطيب اللقاء، يطيب الصلاة، الدعاء والاستغفار، الحمد والشكر. هنا الدعاء لا رد. السلام عليكم. ان شاء الله. وعليكم السلام. الحمد لله على نعمة الأقصى، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حتى يبلغ الحمد المنتهى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر على كل من طغى وتكبر. يا مرحبا بذكر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. لا يعطيكم العافية. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إلا بالله. الله أكبر الله أكبر والدرجة العالية ترى فيها بعض. اللهم المقام المحمود الذي وعدت به إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على